يا الله، بسم الله يا رب. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني نذكر عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم في الذكرى. في مثل هذا اليوم، يعني 2/11، ولكن سنة 1917، يعني صادف أنه في هذا اليوم صدر قرار يعني معروف بالوعد، الوعد الدنيوي. وعد ايش؟ الدنيا. وعد بالفور، وعد بالفور، وهو وعد دنيوي. يعني انسان يعد انسان، جماعه تعد جماعه، مجموعه من الناس تعد مجموعه من الناس، فهو وعد دنيوي. وهذا الوعد الدنيوي اخواني انما يمثل تحدي لمين؟ لله عز وجل. تحدي صارخ لله عز وجل. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يعني بيّن في كل كتب السماوية ومنها القرآن الكريم. ليش هنقول كل كتب السماوية؟ لأنه في القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يعني مذكور قوانين الأرض المقدسة فين؟ في التوراة، في الإنجيل، وفي القرآن الكريم. ومن أهم قوانين الأرض المقدسة أن هذه الأرض لمين؟ لله. إن الأرض لله، إن الأرض لله، هذا أهم قانون على الإطلاق من قوانين الأرض المقدسة. طبعا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يعني عملية ميراث الأرض أو تمليك الأرض في الدنيا، نقول فين؟ في الدنيا أو في مرحلة من مراحل الدنيا، هذا أمر مين؟ أمر الله، هو الذي يحكم فيه. فلما تأتي مجموعة بشرية، سواء شخص، طبعا احنا بنعرف هذا الشخص شو فيه، في وراء أشخاص وفي وراء منظمات وفي وراء أجهزة، لما يأتي هذا الشخص ويعد أن هذه الأرض يجب أن تكون من حصة مجموعة من الناس، فهو يتحدى مين؟ يتحدى الله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الأرض لله، وهذا شو بقول؟ أنا والله شايف إنه لازم يكون لا هاي المجموعة من الناس وطن بديل أو وطن في هذا، في هذه الأرض اللي هي لمين؟ لا ملك لله عز وجل. فهذا وعد. فالله سبحانه وتعالى يعلم أنه في آخر الزمان
سيكون هناك من يتحدى أمره ويعد إيش هذا الوعد الدنيوي. عليكم السلام. فالله سبحانه وتعالى يعلم، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى عز وجل، يعلم أنه سيأتي في آخر الزمان من يتحدى أمره ويقول أن هذه الأرض لفلان أو علان. لذلك في القرآن الكريم شو تكلم سبحانه وتعالى بوعد، وعد، ولكن هذا الوعد من مين؟ من الله عز وجل. شوفوا سبحانه وتعالى، فإذا جاء وعد الآخرة، أول إشي في آيتين نفسهم في سورة الإسراء، في سورة شو بقول؟ جئنا بكم لفيفا. شو معناه؟ معناه لما يجي هذا الوعد الدنيوي لهؤلاء الناس ويجمعوا الناس من الدنيا كلها ويلفوا الدنيا كلها ويجمعوهم لهون، جئنا بكم لفيفا، مين اللي ارتضى ومين خلينا نقول قبل ومين شاء انه يتم هذا الوعد الدنيوي؟ الله سبحانه وتعالى. فهم يعتقدوا ان هذا التدبير من فين؟ من تدبيرهم، ولكن هذا مكر، والله سبحانه وتعالى لا يقبل بمكر فوق كلامه سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فعشان هيك الله سبحانه وتعالى يتكلم، فإذا جاء وعد الآخرة، أول شيء جئنا بكم لفيفا، مش بقولنا سبحانه وتعالى نفس الكلمات، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. كأنه سبحانه وتعالى بقول لما يأتي هذا الوعد البشري ويوعد جماعة من الناس بوطن داخل الأرض المقدسة بخلاف أمر الله عز وجل، وتيجي هاي المجموعة وتستوطن وتسكن هذا المكان، ثم تقوم ببناية أبنية تخالف أمر الله عز وجل ويعصى فيها الله سبحانه وتعالى ويعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سيمكن له طائفة سبحانه وتعالى شو بقول؟ ليسوءوا وجوهكم. هذه الطائفة من الناس شو بدها تسوي؟ ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يعني كل اللي سويتوه وكل اللي حلمتوا فيه وكل اللي خططتوا له وكل اللي مكرتوا له شو راح يسوي يصير فيه؟ راح يتبر وليتبروا ما علوا. شو بقول سبحانه وتعالى؟ يعني انتوا يعني وصلتوا لعلو في هذا البنيان، ولكن هذا العلو شو ماله؟ علو فاسد لا يقبله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلنهم. شوف هذا العلو شو ماله؟ علو فاسد. هذا العلو الفاسد شو بده يصير؟ وليتبروا ما علوا تتبير. كل هذا العلو الذي على هؤلاء، وكان هذا العلو فاسد بخلاف أمر الله وتحدي لأمر الله، سيتبر سيتبر. أما متى إخواني؟ يعني هذا السؤال الذي أسأله تقريبا يوميا ليل نهار، بيسألوني متى نصر الله؟ إمتى بدها تدخل هاي الطائفة هاي المجموعة وتتبر ما علوا هؤلاء تتبير؟ متى؟ أول شيء إخواني نذكر، نحن المسلمين نرى إيش؟ نرى بقلوبنا. نرى بفين؟ بقلوبنا. أنا لما أقرأ قول الله سبحانه وتعالى وليتبروا ما علوا تتبيرا، فين بقرأها؟ بإيش بقرأها؟ بقلبي. هل في حاجة إني أشوفها بعيني؟ لا، بالنسبة لي ما في حاجة. ولكن يعني الإيمان كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد وينقص، وهو درجات درجات. يعني في ناس درجة إيمانها يعني أقل من غيرها، وشو بدها تقول؟ بتقول أنا بدي أشوف بعيني، أنا مصدق بقلبي بس إيش؟ بدي أشوف بعيني. عشان هيك الله سبحانه وتعالى جعل لنا هدول الآيتين، مش آية واحدة، آيتين. الآية الأولانية عشان تعرف متى سيكون وعد الله وليتبروا ما علوا تتبيرا، خذ الآية الثانية، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فوعد الآخرة
أن يتم تتبير ما علوا هؤلاء، تتبيره مرتبط بإيش؟ بمجيئهم لفيف من الدنيا. ومتى جاءت بني إسرائيل لفيف من الدنيا إلى الأرض المقدسة؟ يعني ابتدأ وعد بالفور كما قلنا ب 2/11/1917، وبدأ المكر حتى يدخل هؤلاء إلى الأرض المقدسة، واستمر حتى وصل عام 48. إنه إيش؟ إنهم رفعوا علمهم على فين؟ على الأرض المقدسة، وقالوا إنه هاي الأرض لمين؟ إلنا، مش هيك قالوا؟ إلنا. وهاي الأرض لمين إخواني كما قلنا؟ لله. ومين اللي بقول؟ أنا اللي بقول؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول إن الأرض لله. وحتى إن الله سبحانه وتعالى يبين لهؤلاء مدى ظلمهم ومدى فسوقهم ومدى فسادهم، جعل هذا القول، هاي الكلمات إن الأرض لله، جعلها على لسان مين؟ على لسان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. يعني وإذ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هؤلاء إخواني في يوم من الأيام، لا ننكر، أنا لا أنكر، يعني البعض يعني لربما بقول لك إحنا مننكر إنه اليهود أو بني إسرائيل كانوا في الأرض المقدسة. لا، إحنا ما مننكر، إحنا منقرأ القرآن ومنعرف إنه بني إسرائيل كانوا في الأرض المقدسة من أوامر الله سبحانه وتعالى، لا ننكر هذا. ولكن وجودهم في الأرض المقدسة شو كان؟ كان بأمر الله عز وجل، وكان في عليه شرط. لما الله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل اسكنوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قال لهم وادخلوا الباب سجدا، شو كان في عليهم الشرط؟ والعاقبة للمتقين. يعني حتى انك انت تتمك في الأرض بمباركة من الله عز وجل وبرضا من الله سبحانه وتعالى، شو بدك تكون؟ متقي. وانا اسأل اخوان، لما ادخلهم سبحانه وتعالى بنعرف انه مع موسى ما دخلوا، ولكن دخلوا بعد موسى مع يوشع بن نون، واستمروا مع داود ومع سليمان، وبعد سليمان طردوا من الأرض المقدسة لما جاء نبوخذ نصر أو بوخذنصر وقام بسبيهم إلى بابل. في هاي الفترة، فترة وجودهم إخواني، لما نقول متى كانوا متقين ومتى خرجوا عن التقوى، قبل ما نقول متى كانوا متقين وقبل ما نقول متى خرجوا عن التقوى، نسأل وما هي التقوى؟ وما هي التقوى؟ إخواني إحنا يعني لما تيجي تسأل مسلم يعني ما تعريفك للتقوى؟ يعني مباشرة تقول لك يعني الخوف من الجليل والرضا بالتنزيل والاستعداد إلى يوم الرحيل. كلمات جميلة، ولكن لما ننظر إلى فهم بني إسرائيل لمعنى التقوى، فهم بني إسرائيل لمعنى التقوى أن تعصي الله عز وجل دون أن يكون عليك شاهد. إذا أنت عصيت الله بدون ما يكون عليك شاهد، شو بتكون؟ بتكون متقي. يعني على سبيل المثال، بدك تسوي، بدك حتى تعبد غير الله عز وجل، بدك تشرك مع الله، فين بدك تعبد غير الله؟ تحت الأرض، في غرفة مسكرة، تسكر على حالك، هون شو بتكون؟ بتكون اتقيت الله عز وجل. هذا فهم بني إسرائيل. وكيف بنعرف أنه هذا فهم بني إسرائيل؟ هذا الفهم إخواني فهمناه من قصة إرميا، وحدثناكم قرأنا عليكم قصة إرميا نبي الله اللي كادت له بني إسرائيل وحبسته تقريبا يعني فترة طويلة من الزمن، حبسته فترة طويلة من الزمن تقريبا 40 سنة حبسته. ليه؟ لأنه هم قتلت الأنبياء، فلما حبسته وجاء بوخذنصر وسبب بني إسرائيل وكان إرميا محبوس وأخرج من السجن، يعني إرميا تكلم وشرح لنبوخذنصر أمور كثيرة، وبعدها نبوخذنصر أسكن مجموعة من الناس في الأرض المقدسة، ولكن هاي المجموعة اللي أسكنها في الأرض المقدسة هجمت عليها السبع، فنادى مين؟ حاخامات بني إسرائيل، تعالوا بدنا نفهم ليش السباع هجمت على اللي سكنوا في الأرض المقدسة وإنتوا كنتوا عايشين فيها، ما كان في عندكم سباع؟
ما كان في عندكم حيوانات مفترسة تهجم على الناس؟ فقالوا له إنه هؤلاء اللي أنت أسكنتهم يشركوا مع الله آلهة أخرى، يعني بيعبدوا أصنام والناس تراهم. عشان الله سبحانه وتعالى ما يعذبهم شو لازم؟ لازم يعبدوا أصنامهم فين؟ في الخفاء. فهذا فهم بني إسرائيل للتقوى، فهم بني إسرائيل إنه بني إسرائيل تفهم التقوى إنه إذا أنت بدك تعصي الله اعصيه إيش؟ في الخفاء. عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم المؤمنين. يعني لما تيجي ليهودي أو واحد من بني إسرائيل يعبد آلهة أخرى غير الله، شو بتيجي تقول له؟ بتقول له أنت موحد، شو بقول لك؟ بقول لك نعم أنا موحد، لا أعبد إلا إيش؟ إله واحد. ولكن على الحقيقة وما هم بمؤمنين، شو بكون في له؟ بكون في له آلهة أخرى بيعبدها. عشان هيك إخوان نقول إنه هذا فهم بني إسرائيل للتقوى، إنه أنت بدك تعبد غير الله، بدك تعبد أصنام، اعبدها في الخفاء. فالله سبحانه وتعالى بيّن إنه هاي أدنى درجات الأعمال التي يجب أن تتوفر في بني إسرائيل حتى يبقوا في الأرض المقدسة. فلما يقول سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين، يعني أقل القليل، أقل القليل، إنه أنتوا يا بني إسرائيل أفعالكم على الظاهر أمام الناس لازم تكون، لازم تكون ظاهرها الإيمان. هلا أنتوا عبدتوا غير الله، أشركتوا، تحالفتوا مع الجان، قمتوا بأعمال السحر، مؤامرات، خداع تحت الطاولة من غير ما الناس تشوفكم، الله سبحانه وتعالى شو بتموا؟ بتموا ساكت عنكم، عقابكم فين؟ في الآخرة عند الله عز وجل. ولكن إن أظهرتوا هذا الكفر بواحا على الملأ، شو بكون في عندكم؟ بكون في عندكم عقاب فين؟ في الدنيا، غير عقاب ايش؟ الاخر. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يقول لبني اسرائيل والعاقبة للمتقين. عشان هيك اخواني لما بني اسرائيل اظهرت كفرها البواح انه هي تعبد غير الله في الارض المقدسة، وهذا كما تكلمنا اخواني موجود عندهم في التوراة، في اسفارهم، في سفر الملوك، في كتاب خطايا اسرائيل ويهوذا، شو بيقولوا بني اسرائيل؟ لم نترك في الارض المقدسة شجرة خضراء ولا تركنا تلة مرتفعة الا وجعلنا فيها نصب لبعل او عشتروث عبدناه من دون الاله لإغاظة الرب. يعني شو صار كفرهم؟ بواح. فماذا فعل سبحانه وتعالى؟ طردهم من الارض المقدسة. لما ظهر شركهم بالله عيانا جهارا نهارا. عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ بقول فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. بعدين شو بقول؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. معناه نسأل متى ستكون إساءة الوجوه؟ ستكون إساءة الوجوه لما يظهر كفر بني إسرائيل جهارا نهارا علنا، لما هي تعلن انه هي تشرك مع الله اله اخر. وسالنا اخواني في دروسنا السابقه متى سيكون هذا الامر؟ فقلنا انه على الغالب انه سيكون مع الاعور الدجال. ففي عندنا سنه 48 قلنا هذه ايش؟ بدايه جئنا بكم لفيف. فبعد ال 48 خلينا نقول من ال 48 فما فوق شو بسميها؟ الآخرة. ليش؟ لأن سبحانه وتعالى شو بقول؟ فإذا جاء وعد، إيش استخدم الكلمة؟ الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فمن دخولهم سنة 48 إحنا فين؟ في آخر الزمان. كلمة آخر الزمان فين جاءت؟ من وعد الآخرة. فنحن في آخر الزمان. هلأ متى سيتبر ما علوا هؤلاء تتبيرا؟ نقول عندما يظهر كفرهم جهارا نهارا. الإخواني لو إحنا نظرنا إلى أفعالهم اليوم على سبيل المثال، الاقتحامات اللي هم بيسموها زيارات للمسجد الأقصى، التقسيم الزماني المكاني، اعتداءهم على مقبرة باب الرحمة، والآن اعتداءهم على فين؟ على المقبرة اليوسفية. من قبلهم اعتداءهم على فين؟ على مقبرة مأمن الله. مصادرتهم
للبيوت بالخداع أو حتى بالإغراء، خلينا نقول بالإغراء بالمال. لما هو يشتري، لو فرضنا أنه اشترى بالمال عقار داخل أرض المقدسين فهو يخالف أمر الله عز وجل. ليه؟ لأنه الأرض لمين؟ إن الأرض لله، فهو يخالف أمر الله عز وجل في كل الأحوال. هديهم للبيوت، اعتداءهم على البشر وعلى الشجر وعلى الحجر وكل الأمور اللي بيقوموا فيها، شو تدل؟ تدل على إنهم يعلوا قليلا قليلا في إيش؟ في الاعتداء. عملوا بيطلعوا قمة إيش؟ هرم الاعتداء. لما يوصلوا رأسه لهذا الهرم شو معناه؟ معناه أتى أمر الله حتى إنه يسيء وجوهه. هلا لو سأل إخواني أين هم من رأس الهرم؟ فين وصلوا؟ شو تم؟ إذا احنا نظرنا إخواني فعليا هم تمادوا وأوغلوا في الاعتداء، أوغلوا في الاعتداء، ولكن اعتداءهم لغاية الآن على مين؟ على البشر والشجر والحجر. شو تم؟ تم الاعتداء على مين؟ فقط الاعتداء على الله جهارا نهارا. وقلنا هذه والله أعلم ستكون باتباعهم الأعور الدجال الذي يدعي أنه إله من دون الله. فمعناه كأنه منقول إخواني سنة 48 هي مقدمة مين؟ الأعور الدجال، لأنه هم بيطلعوا بالسلام لحد ما يوصلوا فترة الأعور الدجال، وهي الفترة اللي راح تكون نهايتهم بإذن الله كما وعد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هلأ قبل الأعور الدجال شو في عنا؟ يعني نيجي حسب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام نرجع برجوع ناخذ الأعور الدجال اللي هي نقطة فاصلة من 48 للأعور الدجال، نقطة فاصلة للأعور الدجال، شو في قبلها وشو في بعدها؟ قبلها إخواني، قبل الأعور الدجال في إشي اسمه إيش؟ الطارق. فالطارق هو إشارة الأعور الدجال، يعني في الأحاديث إنه الطارق هو أو ببين لنا إنه الأعور الدجال قد خرج. ففي عنا الطارق. لما هي الطارق إخواني تكلمنا في درس كامل ما بدنا نفصل هلا عن ما هي الطارق. قبل الطارق شو في عنا؟ في عنا ثلاثة سنوات، شو بنسميها؟ سنوات الجوع. ناخذ الثالثة الأخيرة، شو بتكون الدنيا؟ بتكون الدنيا أمسكت كل قطرها مطرها ونباتها، يعني لا في زراعة ولا في ماء سنة كاملة. قبلها نص، وقبلها نص، يعني في عنا تلتين ثلاثة، ثلاث سنين هدول شو مالهم؟ هدول ثلاث سنين الجوع. قبلها شو في عنا؟ قبل الثلاث سنين الجوع في عنا المهدي. المهدي في عنا المهدي، في عنا فترة زمنية حروب المهدي، في عنا آخرهم ثلاث سنين الجوع أثناء وجود المهدي، بعدين في عنا الطارق، بعدين في عنا الأعور الدجال. قبل المهدي شو في عنا؟ في عنا الرايات السود. احنا متسلسل ايش؟ متسلسل في العلامات حسب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. في عنا الرايات السود. قبل الرايات السود شو في عنا؟ في عنا موت خليفة واقتتال ثلاثة على كنز الكعبة. قبلها شو في عنا؟ في عنا عمارة بيت المقدس، خراب يثرب. إذا احنا نتطلع على حالنا اليوم شو منلاحظ؟ منلاحظ انه احنا في هاي الإشارة، عمارة بيت المقدس وإيش؟ خراب يثرب. يعني وللأسف إخواني يعني بلاد الحرمين السعودية يعني أصبح كل ما كان ممنوع الآن شو ماله؟ صار مسموح، وبالعكس يعني يروج له بطريقة غريبة وعجيبة. فنحن نحسب أننا في هذه المرحلة. قبل هذه المرحلة إيش الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا؟ حدثنا عن حرب في العراق، حرب في الشام، وحرب في اليمن. هذول إخواني نحسب أنهم صاروا يعني انتهوا. فإحنا حاليا في مرحلة عمارة بيت المقدس، خراب يثرب، وش راح يجي بعديها؟ موت خليفة، اقتتال ثلاثة، ثم الرايات السود، ثم يظهر المهدي. ما بين المهدي والأعور، ما بين المهدي والأعور قديش في؟ في أكثرها قديش؟ 9 سنين. أقلها قديش؟ 5 سنين. يعني بعد أن يظهر المهدي شو في عنا؟ من 5 أو 7 أو 9 سنين. منهم
ثالث سنين تكلمنا عنها ايش؟ جوع. فيهم اربع حروب للمهدي. شو هم حروب المهدي؟ حروب المهدي اول اشي تقاتلون او يخرج عليكم جيش من الجزيرة فيفتحها الله، او تغزون الجزيرة فيفتحها الله، بعدين تغزون فارس فيفتحها الله، بعدين تغزون روما فيفتحها الله، بعدين تغزون الدجال فيفتحها الله. فمعناه هدول الاربع حروب اخرها شو بكون فيها؟ الدجال، الحرب الاخرانية. وقلنا انه الدجال يعني هو خلينا نقول الحد الفاصل الذي تكلمنا عنه، وليسوءوا وجوهكم، لانه اتباع الدجال هو الكفر الصريح الذي سيؤدي الى تحقق الآية القرآنية، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبير. فالان اخواني يعني معناه من ال 48 لا الاعور الدجال في هاي الظروف. لا متى تحدث او بعد الاشاره اللي احنا موجودين فيها موت خليفه واقتتال ثلاثه الرايات السود والمهدي، متى بنقول علمها عند الله؟ ما بنقدر نحدد ميقات زماني نقول والله كمان ست اشهر، كمان سنه، كمان سنتين، كمان 10 ايام، كمان كذا، ما بنقدر. ليه؟ لانه الله سبحانه وتعالى ما ذكر لنا فترة زمنية محدودة بين الإشارات، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ما ذكر لنا فترة زمنية بين الإشارات. لربما إخواني لربما عند بني إسرائيل في مكتوب عندهم الفترات الزمنية وتفصيل للإشارات أكثر من عندنا بكثير، ولكن هم يتكتموا على هذه الأمور. وشو بيسووا؟ بيحاولوا إنهم قدر الإمكان شو يسووا؟ يلتفوا على أمر الله ويزوروا الحقائق. يعني هيك بنقول إخواني كمان إشارة ما يحدث في الدنيا الآن، يعني هذا الوباء اللي انتشر كورونا والإغلاق وفرض الكمامات وفرض التلقيح حاليا، شو بشير؟ بشير لأنه الشيطان أو حزب الشيطان يتعجل في إيش؟ في أمور معينة. ليه؟ لأنه يعلم بحسب ما ذكر وما هو عنده إنه إيش؟ إنه الإشارات التي تبقت شمالها قريبة جدا. هلأ إن ظهر الأعور الدجال شو في عنا؟ في عنا ملحمة، إحنا شو بنسميها؟ بنسميها الملحمة الكبرى. هم شو بسموها؟ هم بسموها حرب يأجوج ومأجوج، أو بسموها الحرب العالمية الثالثة، هيك بسموها. إما الحرب العالمية الثالثة، حرب يأجوج ومأجوج، جوجو وموجو بقولوا عنها، أو إحنا بنسميها الملحمة الكبرى. يعني سواء عندنا أو عندهم شو في عندنا؟ في عندنا حرب. فهم بيستعدوا لإيش؟ لهذه الحرب. فاستعدادهم للحرب شو بده يكون؟ عن طريق إيش؟ السيطرة على الناس قدر الإمكان، وإخضاعهم أو تقليل رقمهم قدر الإمكان، عددهم. بنسميها انقاص عدد البشرية، هم بسموها ديدكشن، يعني انقاص لعدد البوبوليشن تبع العالم، عدد سكان العالم انقاص. فهم بدهم ينقصوهم، يعني طارة بيقولوا لنا او بيحكوا او بناتهم بيقولوا بدهم ينزلوا ثلث عدد السكان. بعدين شو صارت؟ صار انه بدنا ننزلوا تقريبا 6 مليار بني ادم. بعدين شو صار؟ حاليا بقولوا بدنا نخلي بس 500 مليون بني آدم في الدنيا. هذا ما ذكر في نص مكتوب في عدة لغات في جورجيا محفور حفر، انه هم يسعوا الى انقاص عدد سكان العالم حتى يوصل الى 500 مليون، يعني نصف مليار من اصل قديش؟ من اصل 7 مليار بني آدم، يعني بدهم يقضوا على 6.5 مليار. والنص مليار اللي بتكلموا عنه شو لازم يكون؟ بسموهم الماعز الأليف. شو يعني؟ يعني لازم يكون مطيع، حط كمامة بحط كمامة، خد سوي تباعد في الصلاة بسوي تباعد بالصلاة، تروحش على السوق بروحش على السوق، بقعد ببيتك بقعد ببيته، يعني بنفذ أوامر. شو بسموهم الماعز الأليف؟ يعني شو بسوي؟ شو بطلب منه؟ يقوم بتنفيذ هذه الأوامر. فمعناه إخواني
الاحداث اللي عمالها بتصير شو بتشير؟ بتشير لانه هو يعلم انه وقت الملحمة الكبرى او اللي بسموها الحرب العالمية الثالثة او بسموها حرب يأجوج ومأجوج شو مالها على الابواب، على الابواب. بالاضافة اخواني لانه كثير من الحاخامات في دروسها اللي بتعطيها شو بتقول؟ بتقول المسيح هم بسموه ايش؟ المسيح او المخلص شو ماله؟ على الابواب. في الاقتحامات اللي بتصير او في الزيارات اللي بتصير في الاقصى كل صلواتهم شو فيها؟ مشيح بو، مشيح بو. بيستدعوا مين؟ بيستدعوا هذا المخلص اللي هو الاعور الدجل. عشان هيك بنقول اخواني يعني في عنا وعدين، وعد ادمي بشري، شو في عنا؟ وعد الله عز وجل. فايهما سينتصر وايهما سيسود وأيهما سيبقى؟ وعد الناس ولا وعد الله عز وجل؟ طبعا إخواني المؤمن يعلم أن وعد الله شو ماله؟ حق. واقترب الوعد الحق، شو ماله؟ وعد حق. مش بس أنه وعد، فإذا جاء وعد الآخرة واقترب الوعد الحق، هذا وعد حق من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعلم أن هذا الوعد متحقق، وعلمنا أن هذا الوعد إخواني متحقق وآتي، يعني يجب أن يزرع الطمأنينة في قلوبنا والثبات على الأمر. لأنه وللأسف إخواني يعني نرى بعض الناس اللي تسرب لقلوبها الشك، تسرب لقلوبها الشك أنه إحنا ما راح ننتصر، إحنا راح نتمنا محكومين، إحنا راح نتمنا في هذا الحال الأسود. تسرب إلى قلوبها الشك، وبالتالي شو صارت؟ صارت تفرط. يعني وللأسف في ناس عمالها بتبيع عقاراتها في الأرض المقدسة، في ناس عمالها بتوالي هؤلاء، يعني دول عربية محسوبة على الإسلام والت هؤلاء وسوت معهم إيش؟ تطبيع، تطبيع. وهذا كله يدل على شك بأمر الله وبوعد الله. ونذكر إخوان في كل الأحوال، في كل الأحوال سواء كنا في آخر الزمان أو لم نكن، خلينا نقول إنه وعد الله شو بده؟ بده كمان 1000 سنة. قديش بده؟ 1000 سنة، 100 سنة. يعني زي الشيخ بسام جرار الله يجزيه الخير يعني يتكلم عن إنه الوعد شو راح يبدأ؟ سنة 22. يعني إحنا نتكلم عن إيش؟ عن فاصل أشهر، يعني بضعة أشهر، 4 5 6 أشهر. لربما كان كلامه سليم، ولكن أيضا يحتمل انه كلامه شو يكون؟ ليس في مكانه، مع انه يعني دراساته يعني يحسب لها حساب وما شاء الله عنها، ولكن نقول انه هذا امر تاريخ شو ماله؟ ظني، تاريخ شو ماله؟ ظن. فنقول دعونا نقول انه مرأت او بدأت سنة 22، اول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، رابع شهر، وخلصت سنة 22 ولسه اليهود موجودين. ماذا سنتصرف وكيف سنفعل؟ هل سننقلب على أعقابنا؟ طبعا إخواني لا، المفروض لا. أنت عليك كإنسان مسلم أن تؤمن أن وعد الله حق ومتحقق، ولكن لا تشترط على الله متى. أنا ما بشترط على الله سبحانه وتعالى متى سيؤتي نصره ومتى سيعطينا نصره. إن أنا أردت أن أقرب النصر شو لازم علي؟ لازم أنا أنصر الله عز وجل. ليه؟ لأنه هذا يعني قاعدة الله سبحانه وتعالى وضع لنا إياها، إن تنصروا الله ينصركم. بدك تقرب النصر ما تقولش إمتى، شو بدك تسوي؟ بدك تنصر الله. طيب كيف بدك تنصر الله؟ أول شيء باليقين بأمر الله، بالإيمان السليم والقوي بالله سبحانه وتعالى، بالطاعات، بالانتهاء عن المعاصي. للأسف إخواني يعني لما أنت تنظر حولك تلف لك لفة حولك في كل مكان إلا ما تلاقي معصية. يعني إحنا في المسجد، يعني أنا من المشاهد اللي بشوفها في المسجد الأقصى أحيانا وإحنا خارجين بعض النساء يعني لسه ما بتطلع من المسجد شو بتسوي؟ تشلح اللي على راسها وبتصير من أهل الدنيا، لسه هي على الباب. فإن كان هذا حالنا
في المسجد الأقصى، وإن كان هذا حالنا في الدنيا أو في العالم الإسلامي، فأين نصرتنا لله عز وجل؟ إن هاي البنت أليس لها أب؟ أليس لها زوج؟ أليس لها أخ؟ أليس لها ابن؟ أليس لها أهل؟ وهدول ساكنين عنها وشايفينها، شو معناه؟ معنى هذا الخلل شو بدلنا؟ بدلنا على إيش؟ على رقعة خلل كاملة. وخذ خذ كثير من الشغلات، يعني من الأمور اللي ذكرها الشيخ يوسف أبو سنين الله يجزيه الخير في آخر درس أعطاه في يوم الجمعة قبل الخطبة، ذكر بعض العيوب اللي هو يشكى أو توصله في ناس موجودين، أن هناك سرقات للبليفونات تحدث فين؟ داخل المسجد الأقصى. يعني أنت يسرق هاتفك المحمول داخل المسجد، شو معناه؟ معناه في خلل، مضبوط ولا لا؟ تكلم عن أناس، شو قال عنهم؟ قال عينيهم موسعات، عيونهم مالهم واسعة، شو معناه؟ معناه يعني هم ينظروا إلى محارم الله بطريقة ليست سليمة. تكلم عن أناس يعني بعضهم يضرب بعض عشان شو؟ عشان مقعد في الصف الأولاني، الصف الأول. يتكلم عن مجموعة من الأخطاء بحق أناس فين متواجدين؟ داخل المسجد. فما بالكم إخوان لما بدنا نتكلم عن الأخطاء اللي موجودة فين؟ خارج المسجد. إذا كانت هاي الأمور موجودة فين؟ داخل المسجد، فما بالكم بخارج المسجد. وأذكر أنه خارج المسجد ينكاد كل يوم، وإحنا نتصفح الأخبار نمر على جريمة قتل تقريبا كل يوم، في شخص يقتل في مكان ما يوميا بشكل يومي تقريبا. يعني بالأمس على ما أعتقد كان في واحد من دار علقم، والله أعلم، كمان هذا مقتول اليوم، هذا نفسه. تفضل. الله يرحمه وبرحمته إن شاء الله. إحنا نترحم على أمواتنا. من أول السنة لحد اليوم في الأرض المقدسة أكثر من 100، أكثر من 100. ولما ننظر إخواني، يعني هذه أمور نتكلم فيها على جرائم القتل، ولكن انظر أيضا على العطاوة اللي بتصير، المشاكل اللي بتصير بين شخصين، أكم من عطوة وعطوة، وأكم من مشكلة ومشكلة، وأكم من قضية وقضية بتصير بين الناس. طيب كل قضية شو فيها؟ مستحيل إنه القضية بتصير بين اثنين ماشيين شرعا. لو اثنين ماشيين شرعا ما بيكون في خلاف، يعني هذا بيخاف الله وهذا بيخاف الله، يعني في النادر ما يصير في ايش خلاف على ايش، سوء فهم. ولما يوصل للواحد لا الفهم الصحيح مباشرة يتراجع. ولكن اليوم في ناس بتاكل حقوق ناس اخرى، في ناس تاكل حقوق ناس اخرى، تعتدي على اعراضها، على اموالها، على ممتلكاتها، على امور كثيرة، فبتصير هاي المشاكل. ونقول يعني المشاكل اللي عمالها بتصير في الخارج وللأسف كثيرة جدا جدا جدا، وهذه كلها تنقض قول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. وبعدين هذا اللي بيقاتل أخوه على الصف الأولاني بيجي بيرفع إيده شو بيقول؟ يا رب انصرنا. وهذا اللي عينه واسعة كيف حكى الشيخ يوسف بوقف في الصف الأولاني شو بيقول؟ يا رب انصرنا. وهذا اللي قتل وهذا اللي سرق وهذا اللي احتال وهذا اللي غش بقول يا رب انصرنا. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فما بالك لسه احنا لما نروح أكثر من الكسب الحرام على الاعتداء على محارم الله، على ايش؟ على قتل النفس التي حرم الله، على امور اعظم بكثيره من الكسب الحرام، وبعدين بنرفع ايدينا شو بنقول؟ يا رب انصر. فاحنا اخواني امام حلين، اما انه نعود لله عز وجل وتصلح امورنا وننصر الله
ونرفع أكفنا لله عز وجل ونقول يا رب انصرنا فيأتي النصر. هذا الحال الأولان. أو من تمنا في سباتنا اللي احنا موجودين فيه حتى يأتي أرذل أهل الأرض اللي موجودين في الأرض المقدسة ويعبدوا غير الله جهارا نهارا، فيأتي عقابهم من الله عز وجل، فتكون حريتنا بإيش؟ بعقاب الكافر وليس بإيماننا ونصرتنا لله عز وجل. فأنو بدنا نختار إخواني؟ هل نختار أن نعود لله عز وجل أو ننتظر إيش؟ عقاب الكافر؟ وأنو أشرف لك أمام الله عز وجل؟ طبعا إخواني اللي منعرفه إنه كل نفس بما كسبت رهين، يعني الأمر ما تقول والله كل الناس هيك أنا ما راح أغير، لا، أنت ما إلك علاقة بغيرك، أنت إلك علاقة في إيش؟ في نفسك فقط، في نفسك فقط، أنت لا راح تقدم ولا راح تأخر، ولكن أنت عليك إنك أنت تأخذ بالأسباب لمين؟ لنفسك، لنفسك، فإن فعلت نجوت أمام مين؟ أمام الله سبحانه وتعالى. ما تقول والله كل الناس غلط أنا مش راح أقدر أصلح، لا، أنت اعمل اللي عليك واترك باقي الناس، ادعو لهم الله سبحانه وتعالى يهديهم، انصحهم، يعني علمهم، ارشدهم، واترك أمرهم لله عز وجل. والأنبياء والرسل جاءوا إيش؟ منذرين، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لكم دينكم ولي دين، ولكن سبحانه وتعالى يطلب من الأنبياء أن تنذر. فالإنذار والتعليم والتنبيه والنصح واجب، ولكن تبدأ بنفسك بغض النظر أنت كنت شايف أنك ممكن تقدر تغير ولا لا. وتذكر مش أنت اللي بتغير، مين اللي بيغير؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يغير. يعني على سبيل المثال إخواني، والله انت قررت انك تساعد جارك، شو بدك تسوي؟ بدك تساعد جارك، تقول والله انا بدي اروح اساعده، هاي اليوم بده يجيب ثلاجة، شو بدي اسوي؟ بدي اروح اساعده فيها، احملها معه ويدخلها على الدار. اعلم، شو بدك تعلم؟ انه انتقال هذه الثلاجة الى بيته هذا تدبير من مين؟ من الله عز وجل. ولكن انك انت شاركت في هذا التدبير هذا احسان لمين؟ لنفسك. انت فقط احسنت لنفسك، ليش؟ لانك انت اخذت اجر من الله على هذا التدبير. ولو انت تميتك في بيتك الثلاجة اذا شاء الله سبحانه وتعالى انها تدخل البيت راح تدخل فيك ولا بلاك. عشان هيك اعمالنا اللي بنتفضل فيها على غيرنا، الفضل على الغير هو تدبير من الله عز وجل، ولكن اعمالنا شو هي؟ اعمالنا انما هي يعني شهادة أضعها لنفسي يشهد لي فيها أو يسجل لي فيها سبحانه وتعالى هذا العمل الصالح ألقاه في يوم القيامة بإذن الله. فنذكر إخواني إنه عملك الصالح يعني إنما هو لخيرك أنت، وإنت ما راح تقدر تنفع ولا تضر غيرك ولا بأي حال من الأحوال. وحتى لو قلت والله أنا بدي أساعد فلان بالمال، يعني أنا أعلم والله إنه في هاي المنطقة في هذا البيت هناك أيتام وأمهم يعني من الضفة هويتها حمراء ولا خضراء وتجري على هذه الأيتام، ما في إلها دخل من مرة إلا من فين؟ من ما يأتي من الناس. قلت والله أنا بدي أساعدهم، بدي أكفل يتيم عندهم، بدي أعطيه كل يوم أو خلينا كل شهر بدي أطلع له 600 700 800 شيكل 200 شيكل بدي أكفله لهذا اليتيم. اعلم انه المال اللي انت اخرجته لهذا اليتيم اول اشي لا راح يزيد ولا راح ينقص في رزقك، ولا راح يزيد ولا راح ينقص في رزق اليتيم. انت رزقك كما هو عند الله ورزقه كما هو عند الله، لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها. رزقك انت معلوم ورزقه هو ايش؟ معلوم. يعني لو تميتك تحمل المصاري وترميها رزقها بده يتم موجود،
ولو خلصت بده يجي رزقك من باب آخر. ليش؟ لأنه هذا رزق الله عز وجل. ولكن لما أنت تحمل هذا المال وتساعد فيه الغير، أنت شو بتقول لله عز وجل؟ تقول لله عز وجل: يا الله، هذا الرزق اللي أنت بدك تبعته لفلان أنا أريد أجره، عشان هيك أنا سأحمله لمين؟ لفلان ولا لعلك. فأنت مناول ولست برازق، والرازق هو الله سبحانه وتعالى. فإن ناولت هذا الرزق شاركت وأشركت نفسك في أجره عند الله سبحانه وتعالى. عشان هيك إخواني، إحنا لا نقدر نفيد لا بأعمال ولا بأموال. الله سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار. واعلم أن الأمة لو اجتمعت لا يضروك بشيء إلا ما كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا بيقدروا ينفعوك ولا بيقدروا يضروه ولا بيقدروا يرزقوك ولا بيقدروا يحموك. عشان هيك اخواني تقول: والله انا بدي اهاود فلان وبدي اتولى فلان وبدي انزل تحت سلاح فلان عشان فلان يحميني، فانت ايش؟ انت مخطئ. ليش؟ لانه مين الحامي؟ الله سبحانه وتعالى هو الحامي. الله سبحانه وتعالى هو الحامي، ولن يستطيع أن يحميك إلا الله سبحانه وتعالى، ولن يستطيع أن يرزقك إلا الله سبحانه وتعالى. فإخواني يجب أن نحسبها بطريقة سليمة حتى لا تضيع علينا الأجور. وذكر إخواني في أمر آخر، أمر حياتك أنت لما بدك تعيش. قلنا أنه يعني في ناس بتقول يعني أنا راح أوصل اني اشوف الوعد الحق ولا مش راح اشوفه. نذكر اخواني انه حياتك اللي انت عايشها مقسومه من عند الله سبحانه وتعالى. يعني انت مكتوب لك متى تولد في هذه الدنيا، يعني متى تاتيها تدخلها، ومتى تموت، يعني متى تخرج منها لهذه الدنيا. مكتوب لك امتى بدك تدخلها وامتى بدك تطلعها. هل يستطيع منا من يستطيع ان يقدم او يؤخر في دخوله أو في خروجه من هذه الدنيا؟ ما بنقدر، لا بنقدر نقدم ولا نأخر، لا في الدخول ولا في الخروج. دخولنا وخروجنا شو ماله؟ بأمر الله عز وجل. والفترة بيناتهم إخواني هاي اللي بدك تعيشها قديش هي؟ قديش بدك تعيش في هذه الدنيا؟ قديش أنا بدك تعيش؟ قديش أنت متأمل تعيش؟ متأمل تعيش 120؟ خلينا نقول بدك تعيش إنك أنت حابب تعيش 120، لانه بشوفهم هدول اللي بسووا عياد ميلاد شو بقول لك؟ عقبال ايش؟ ال 120، مظبوط بشكل بقولوا عقبال ال 120، يعني بتمنوا. والكافر شو بتمنى؟ بتمنى 1000 سنه عقبال ال 1000. الكفار المسلمين شو بقول لك؟ عقبال ال 120. الكافر بقول لك عقبال ال 1000، لكن بتاملوا يعيشوا 1000. المسلم بتامل تعيش 120. لو فرضنا انك تتامل تعيش 120، نسال البركه الحاج قديش عمرك؟ 62. قديش هو 62؟ يعني نص الطريق. لا. من الايش لل 120. طب نيجي نساله هال 62 كيف مرقوه؟ ولا ايش. امتى كنت ولد صغير في الحاره؟ امتى دخلت المدرسه؟ امتى طلعت من المدرسه؟ امتى تزوجت؟ امتى نشاك اول ولد؟ امتى نشاك اول حفيد؟ كيف انت وصلت لهون وقعدت على هذا الكرسي؟ كلها ايش؟ كانها لمحه بصر، كانها لمحه بصر. لسه كان امبارح فين كنا؟ في الحاره بنلعب، مظبوط ولا لا؟ فانت الك ال 62 سنه هدول مالهم؟ لمحه بصر. ما بتعرف كيف مرقوا. طيب ال 62 الجايات بدنا نقول 124، بدناش نقول 120، 124. ال 62 الجايات شو بدهم يكونوا؟ كمان لمحه بصر؟ لا. يعني لو فرضنا، احنا بنقول فرضا، بنقول فرضا انه مكتوب له كمان 62، لو فرضنا مكتوب له كمان 62، راح منهم 62 كانهم لمحه بصر، ال 62 الجايات هم هدول زي هدول، هذا ميزان، هذا زي هذا، هاي لمحه بصر. هاي شو بدها تكون؟ كمان لمحه بصر. حط لمحه بصر على لمحه البصر شو بتمها؟ لمحه بصر هي هي. وبعدين ونذكر أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أحب أن يدفن في الأرض المقدسة،
وأحب أن يدفن في الأرض المقدسة. ولما جاء ملك الموت في سنوات التيه في سيناء كره الموت، بدوش يموت. ليه؟ لأنه فين بده يموت؟ بده يموت داخل الأرض المقدسة، يعني هو خرج من سيناء حتى يأتي للأرض المقدسة، ولكن يكتب عليه الموت أنه يموت في صحراء سيناء، فكره الموت. ويقال في حديث حسن أنه لطم ملك الموت لطمة يعني طلع له عينه، كيف يقول طلع له عينه؟ وملك الموت صعد لله عز وجل وقال له بعثني إلى عبد لا يريد أن يموت، والله سبحانه وتعالى رد له عينه ورجعه. شو قال له؟ فليمسح على ظهر بعير فإن له بكل شعرة سنة. نزل ملك الموت قال له لسيدنا موسى امسح على ظهر بعير، يعني ناقة جمل، ولك بكل وبرة سنة جديدة. قال له ثم ماذا؟ قال له ثم الموت. مش فايدة. سؤال يعني فيش فيها بدي أموت، بدي أموت، مش راح نكتب لي إني أموت في الأرض المقدسة. سؤال إذن فالآن، الآن إذن فالآن. مقصد تاني إخواني، مهما عشنا شو راح نسوي؟ راح نغادر. مهما عشنا راح نغادر، بغض النظر قديش عمرك، يعني كان عمرك 30 40 50 60 70. إخواني على الحقيقة ما في فرق، لما تجيب شاب عمره 20 سنة وتجيب ختيار عمره 70 سنة ما في فرق بين اللي مضى من حياة هذا وبين اللي مضى من حياة هذا. إذا سألت هذا كيف مضى شو بده يقول لك؟ زي لمحة بصر. وإذا سألت هذا شو بده يقول لك؟ زي لمحة بصر. نفس الجواب بين العشرين وبين الستين وبين السبعين وبين الثمانين، كلهم راح يجاوبوا نفس الجواب زي لمحة بصر، ما في فرق. عشان هيك انك انت تتأمل في الجاي كتير، شو بتكون؟ بتكون عمالك بتضر بحالك. ونذكر اخوان، احنا بيوتنا فين؟ بيوتنا فين؟ عند الله. حياتنا فين؟ قدمت، يا ليتني قدمت لإيش؟ مش حياتي الأخرى، لفين؟ لحياتي عند مين؟ عند الله. فين حياتنا معنا؟ حياتنا فوق. هاي شو هي؟ هي عبارة عن مشوار، مشوار. يعني زي واحد ببعتك مشوار، روح يا فلان سوي لي هالغرض وارجع. الله سبحانه وتعالى بعتنا هالمشوار على هالدنيا، وفين بدنا نرجع؟ بدنا نرجع له. يا ليتني قدمت لحياتي. حياتنا عند الله عز وجل، بيوتنا عند الله سبحانه وتعالى. والرحلة اللي بعتنا فيها سبحانه وتعالى لهذه الدنيا قصيرة جدا جدا، ما بتلحق تبدأ اللي هي إيش؟ اللي هي مخلصة. عشان هيك لا نغامر على هذه الحياة، ولكن نستغلها في إيش؟ في أن نبني لحياتنا عند الله سبحانه وتعالى، حتى لا نندم ونقول يا ليتني قدمت لحياتي. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادر. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله يبارك عمرك يحفظك إن شاء الله. مرحبا بذكر الله. لا إله إلا أنت سبحانك.
ليتني حبيت. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، حميت على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، ولا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه. حسين Thank you.
به والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيرته الفضيلة.